وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بمدينة كفر الشيخ. سيادتك مشرفنا النهارده يا فندم في الطريق الدولي الساحلي اللي بيبدا من بورسعيد وينتهي عند السلوم بطول حوالي 800 كيلو، بيمر بست محافظات رئيسيه، بورسعيد ودمياط والمنصوره وكفر الشيخ واسكندريه ومطروح. ورابط برضه على مواني مهمه جدا اللي هي مينا بورسعيد ومينا دمياط ومينا اسكندريه وكذلك مينا جرجبوب. وهو ده الاساس في التطوير يا فندم نتيجه التداول الكبير اللي في المواني، فكان لازم ان احنا نطور الطريق، ونتيجة لحجم الحركة الكثيف بتاعة النقل الثقيل كان الاتجاه ان احنا نعمل نفصل حركة النقل الثقيل عن الملاكي. وهنكمل يا فندم ان شاء الله الطريق من اسكندرية في اتجاه السلوم عن طريق طريق للشاحنات اللي هو عن طريق محور التعمير، وبعدين جنوبا هنمشي جنوبا جنوب مدينة العالمين وجنوب مدينة الضبعة لغاية ما نلحم مع طريق الضبعة، ومن طريق الضبعة فندم هيبقى جنوبا يوصل لغاية منفذ السلوم. احنا هنا فندم احنا بدانا تطوير فندم من مدينه دمياط لغايه بلطيم، المسافه دي طولها 90 كيلو بالاضافه للمسافه من طريق الزراعي لطريق الصحراوي. احنا بدانا فندم من دمياط لبلطيم هنا بنعمل نفس القطاع العرضي اللي هشرحه لسيادتك حالا دلوقتي. طيب القديم اللي عدى قبل دمياط يا حسام احنا عملنا الطريق الرئيسي فقط. تمام يا فندم، ولكن رفعنا لسه ما عملناش الخرسانه. عرضنا على سيادتك اخر مره من شهر تقريبا، وسيادتك اديت القرار بدانا نشتغل على طول في الخرسانه. القطاع الحالي يا فندم اللي كان موجود عليه الطريق كان عباره عن ثلاث حاره مروريه لكل اتجاه. التطوير بعد التطوير يا فندم هيبقى ثلاث حاره مروريه للملاكي بالاضافه لطريق خرساني شمال وجنوب الطريق للنقل الثقيل، وده الاساس في الـ في الـ في الـ في, الـ في المشروع، بحيث ان احنا نفصل النقل الثقيل هيقلل الحوادث وفي نفس الوقت هيسحب الكثافات العاليه بتاعه الطريق، بالاضافه لان الجزيره اللي في النص فندم هتبقى جزيره بعرض متغير وليها علاقه مباشره بالمرافق، بنحاول نتجنب المرافق قدر الامكان، ممكن الجزيره تبقى صغيره ممكن تبقى كبيره حسب المرافق اللي موجوده، بنحاول دايما نتلافاها. يعني المرافق القديمه كانت على الطبان على طول، كان بالظبط كده، او سايبه الطريق 2 3 متر بالظبط، اوسع الجزيره شويه عشان ما نقلش ما اضطرش. بنحاول قدر الامكان ان احنا نتلافاها، وده برضو نفس القطاع بالنسبه للكباري، برضو نفس الحكايه، بنوسع الكباري كلها، بنعمل اتجاهين تانيين لكل كوبري بحيث ان احنا برضو حركه النقل ما نضطرش ان احنا ندخل على طريق على كوبري واحد مع الملاكي، فلازم كنا نعمل الكباري ونزوجها. ودي القطاعات يا فندم اللي احنا شغالين فيها، ده لو طبقه لو رصف اسفلتي عادي 60 سم اساس و5 و6 سطحيه، وده لو رصف خرساني. طبعا هنا واضح ان السمك يمكن عالي هنا شويه وله علاقه بطبيعه التربه، كل ما طبيعة التربة بتبقى سيئة كل ما بنضطر نعمل قطاعات إنشائية تقيلة شوية. وطبعا الطريق الرئيسي احنا اشتغلنا بتقنية الـ FDR والـ CIR كنا عرضناها لسيادتك في أوس، والطريق اللي عند سيادتك ده احنا فعلا نفذناه بنفس التقنيتين دول. مراحل تنفيذ الخرسانة يا فندم، العربية بتيجي تحط الخرسانة بتاعتها، بتطلع من الخلاطة بتحطه قدام الفينشر، بيطلع من وراها المنتج ده وراه الرصف الخرساني، وبعدين بتيجي وراه مكنة المعالجة. مكنة المعالجة دي بتعمل حاجتين، بترش مواد اضافات عشان تحافظ على الهاردنس بتاع السطح بيبقى بحيث ان هو يبقى قوي، وبتمشط السطح عشان يبقى متمشط زي ما سيادتك واقف عليه كده. تمام يا فندم؟ وبعد كده بنقطع البلاطات. الماده الكيماويه دي بتحتفظ بالميه داخل الخرسانه. تمام كده. كنوع من انواع المعالجه. تمام يا فندم. وبعد كده بنقطع البلاطات. بالنسبة اللي كنا عرضنا على سيادتك قبل كده في قوس تدوير طبقات الرصف في نظام الـ FDR والـ CIR والستيل جارد وماله الشروخ والمايكرو سيرفيس. أنا حاجة عايز أقولها. اتفضل. دي جيرسي ده 1 2 3 4 5 6 7 كده ولا إيه؟ تمام. طيب الكيلو بكلفنا كام يا حسام؟ كيلو نيوجيرسي حوالي 600 ألف جنيه. كويس. السلاح. كويس. يعني انا او 500000 جنيه السلاح من هنا لغايه السلوم يكلفني 600 مليون جنيه. تمام. تمام. احنا كام يا حسام؟ 600 مليون جنيه. احنا نفذنا توجيه سيادتك يا فندم. انا النهارده دكتور مصطفى ماشي على طريق زي كده في ثلاث حارات بالمستوى ده كده. تمام. حاسبهم وخش على الاسفلت يا دكتور مصطفى. دي واحد. نمره اثنين، لو احنا هنعمل المنظومه بتاعتنا
بتاعه الاي تي اس هي هتسيطر على هتسيطر على هيجي يمين انا حاسب ولا هيجي شمال يعني هياخد حاجه مش في الطريق تضر بالاخرين هنفسه لو انت النهارده جيت قلت لي ايه انا من ضمن الطريق وانا بعمله يا دكتور مصطفى هحط 600 مليون جنيه في المنظومه دي بدل ده مش عايز الناس النهارده تتفاعل مع مع القانون طيب انا النهارده بعمل ده وبيكسر ولا انا غلطان صح حوادث لا لا غير وغير لا بيكسر ونرجعه طب انا النهارده عامل طبعا بشكل يعني مريح تمام واخبار حضرتك تمام ومخطط كويس قوي ثم عملت المنظومه بتاعتي بقى اللي ماشي سواء ملاكي او كده مش على قد انه هياخد حاره مش بتاعته لا انت بتتكلم على سرعات بتتكلم على الاستقرار في الحاره بتاعته كل واحد بيلتزم بيها حاجات كتير في قوانين المرور المنظومه هتعملها طب ما انا هيكلفني كام؟ 600 مليون جنيه المنظومه؟ لا اكتر طب كام؟ بس كام يعني يا كام؟ انا كده هعملها لا انت كده خدت 600 من هنا حطيت عليهم 400 مثلا وحطيتهم في المنظومه وعملتهم في المنظومه وجابت لي حاجات بس يا دكتور حاضر تمام حاضر تمام فن حاضر حاضر فن حاضر فن يروحوا المنظومه ستك اي تي اس حاضر تتعاقدوا عليها حاضر فن حاضر حاضر وعملوها فاين قوي لانها بصراحه انا شفتها طبعا مش عافيه ممكن تتخبط بعربيه يعني الحاجات اللي هي اللي ممكن تخليها فيها استقرار حاضر حاضر ربنا يخليك يا فندم تحت امر ستك يا فندم